قال لك حاجه لازم نشوفه مع زازا باسكو زازا هو لو تماك هو يعرف مليح افريقيه راك فاهم هو اللي يروح فيها بالفيلو سماك يعرف كيفاش حكايه وين يسكنوا اسكو يكرو لي زابارتمون اللي قرب لتما نشوفوا مع زازا ونعاودوا نولوا. السلام عليكم ربي زين السلام عليكم دوب ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله تكونوا لاباس. سمحوا لي ما قدرتش نطلع معكم لايف باسكو راني في طريق وما كاش كونيكسيون اي شونت كوبا تروح وتجي. صباح خرجنا من ابيجون خرجت انا واحد زوج جزائريين معايا خرجنا من ابيجون على الساعة جويه الوحدة هكذاك وحكمنا طريق باش نطلعوا 12:30 اكزاكت 12:30 خرجنا باش نحكموا طريق باش نروحوا لبواكي. بواكي اللي هي المدينة اللي يلعب فيها المنتخب الوطني الجزائري بعيدة برا 100 كيلومتر على العاصمة الاقتصادية ابيجون لان العاصمة الاقتصادية ابيجون العاصمة الادارية هي ياماسوكرو هذا وين جزنا عليها. رايحين دوكا لبواكي التيكي تاع الفيز خلصناه 7000 7000 فرنسيفا اللي هي حوالي 180000 170000 دراهمنا وطريقة مليحة وكل شيء بخير كل شيء بخير مليحة بزاف الحمد لله. هيا نتلاقاو سمحوا لي مع اللايف ما قدرتش نتلاقاو بالك المرة الجاية نتلاقاو لايف ان شاء الله. لذلك خليكم تشوفوا شوية تصاور تاع الطريق واش كلينا واش ربنا واش تعرف افريقيا اسوي نضرب بانانا سي كومبيان دون موين ستوبلي حبس حبس هضرب بانانا صح هذا اكل بانانا نعيش فيها هاد البانانا لا 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 تاكل بانانا بانانا بريزي لا بانانا بانانا ميرسي 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 allez يلا ديريكسيون بواكي بارتي بانانا بانانا ميرسي نعمل الباجاج وتخلصوا خو باه الحاجه على بالي بها باش نعطيكم انفورماسيون نعمل الباجاج وتخلصوا لهنا خلص الباجاج وتنيغوسي معاه نيغوسي في كلش حاجه ماشي غريبه يعني